ولا حتى التقرير كمان يقدر يوفيك حقك. زي ما قلت لك في المقدمه, وزي ما حتى كمان ما سمعنا في التقرير, الواحد فخور بيك, الواحد مبسوط بيك, انت نموذج مشرف لمصر, وكل الناس حقيقه تتمنى انه محمد النني يعني يوصل لابعد من كده بكتير. وصلت لده ازاي؟ وصلت لده طبعا بتوفيق ربنا طبعا اول حاجه طبعا. تاني حاجه يعني اصراري وعزيمتي اللي انا عاوز. ساعات انا مركز مع كلام الناس وكل حاجه, بس كلام الناس بيخليك انت تديك دفعه اللي انت تبقى حاجه كبيره تقول لهم انا موجود. يعني يا جماعه انتوا ما كنتوش شايفيني او ما كنتوش بتتكلموا عني, بس الحمد لله ما بظهرهاش للناس. يعني ما بتكلمش, ما بطلعش اقول مثلا لا ده انت عشان اتكلمتوا عليا فلا انا بوريك اهو مثلا. لا يعني بحب اشتغل في صمت. بس مش احيانا كده الواحد يتضايق, يعني الناس عماله تتكلم عليه كلام سلبي. يا جماعه طب انا مركز والله, ممكن اكون مش موفق بس سيبوني اركز. ما تحسش ان انت غضبك ممكن يسيطر عليك في لحظه من اللحظات تطلع ترد على الناس بغضب؟ والله ابراهيم دي حاجه انا الحمد لله, يعني الحمد لله ربنا جعلها فيا, يعني اللي انا هادي جدا وما عنديش مشكله الناس تتكلم عليا, وباخد الانتقادات دي لنفسي. يعني عارف ما بطلعش حتى اعلق على واحد لو حتى شتم او حتى قال كلمه خارجه, يعني ما بطلعش علق حتى, باخدها لنفسي. وممكن اقول يعني ممكن يكون عنده حق فعلا في الكلام اللي بيقوله, واخده طب اشوفه عنده حق ولا لا. لو ما عندوش حق خلاص انا كده شغال, عنده حق احاول ان انا اغير من نفسي, اللي انا اقول للناس لا يا جماعه انا بشتغل وبطور من نفسي وبحاول ان انا ابقى في احسن صوره ليا. بس في ساعات طبعا زي ما انت بتقول اي حد في اي شغلانه بيبقى يجي له فتره معينه صحيح. مش موفق عدم فيها توفيق. فبس يعني الفتره ديت بحاول ان انا اموت نفسي, بحاول ان انا اعمل حاجه غير اللي انا في الكوره مش موفق, اجري اخبط اطور نفسي في اي حاجه تانية لغايه لما فترتي تعدي على خير, وبعد كده ان شاء الله كله بيجي. يعني حلمت في يوم من الايام ان انت تبقى محمد النني نجم ارسنال الانجليزي, سفير مصر في انجلترا؟ الحمد لله حلمت بده. عندي احلامي الحمد لله, احلامي كبيره الحمد لله, وانا من صغري كمان يعني يعني الحمد لله يعني وانا صغير كنت بحلم ابقى بحاجه كبيره يعني, واحلام كبيره كمان مش احلام على قد طفل صغير يعني. علشان لما بدات في نادي كبير طبعا. ناولي. من لا في الاهلي الاول. في الاهلي يعني من الاهلي طبعا والزمالك طبعا اكبر ناديين في مصر يعني, فربنا كرمني وبدات في الاهلي يعني. فين فتره الاهلي دي, راحت فين, عملت فيها ايه؟ فتره الاهلي انا قعدت 5 سنين ونص, بدات من عندي 5 سنين ونص, كنت اصغر ناشئ في النادي الاهلي. يعني انا حتى لو جيت بعد الحلقه مثلا ودورت هتلاقيني اصغر داخل 5 سنين ونص, مش حد داخل قبل كده, عشان اصلا السن بتاعي اصلا المفروض اخش فيه 7 سنين مش 5 سنين ونص. ده كمان ناس بتبتدي 9 سنين. لا 5 سنين ونص يعني. بس ده كانت جت يعني, كان ابويا كان عنده مدرسه كوره, كان بيلعب الاهلي, فالحمد لله كنت كويس يعني. كابتن نصر النني انا اسمع عنه طبعا, مدرب جامد. مدرب جامد كمان. فربنا كرمني في اليوم ده يعني, والحمد لله كان المدرب يعني قال لي مش مشكله تبقى تيجي بعد كده مثلا سنه, تقضي سنه كده تشتغل مع نفسك يعني. بس فربنا كان عشان كده يعني احلامي حتى وانا صغير حتى كان احلامي كبيره يعني. شوف انا بقف دايما عند مراحل او نقاط مهمه انا بحاول استرشد بيها انا في حياتي. يعني مثلا عايز اعرف منك, انت بتصحى كل يوم بتخلق لنفسك الدافع والحافز ازاي؟ بمعنى احنا عندنا لعيبه وعندنا تجارب كتير بدون ذكر اسماء مرت بحالات من حالات التوهج والتالق في اوروبا, مش شرط في الدوري الانجليزي, في اوروبا, ثم خمدت ثوره النجاح دي فجاه. ايه اللي بيخليك كل يوم الصبح انت عايز تعمل حاجه لنفسك, وانا متاكد ان جواك كمان حافز تعمل حاجه لبلدك؟ والله الحلم يا ابراهيم. الحلم. حلم. حلم. طول ما انت عندك حلم بتحارب عليه. بتحارب بس برضه في حاجه مهمه برضه, ما ننساش اهلك. يعني صحيح. اهلك دي حاجه بجد, بحس لو الدنيا ساعات الدنيا كلها بتقوم عليا وانني مش موفق وانني ولا الحمد لله الحمد لله عشان الحمد لله يعني الحمد لله رب يعني قريب من اهلي كتير جدا, فبتلاقي ربنا مسهله معاك من فوق, ما تعرفش اصلا التوفيق ده جالك منين. فسبحان صحيح. الله يعني, فدي حاجه مهمه جدا عاوز اقولها بصراحه لاي لعيبه, ما تنساش اصلك. يعني مش قصدي بخبط في حد بجد جدع. بس ما تنساش اصلك جدع. ده مهم جدا بجد. ده حتى بيكون جواك يعني, حتى مثلا بيكون جواك ده انا عاوز اكبر وعاوز احلامي تكبر عشان الناس, عشان اهلي وعشان الناس تبقى فخوره بيا, وعشان ارفع, عشان احنا من عيله بسيطه شويه, فعاوز ارفع عيلتي معايا, عاوز اعمل حاجات لعيلتي كبيره. فده حاجات كمان بتديك اصرار اكتر. صحيح. اللي فيها لكن طول ما انت انا عندي كل واحد مصري عنده حلم, بس ايه اللي حافز بقى
وايه الحافز اللي هو وراك اللي بيخليك لا ده انا كل يوم لازم انا اموت نفسي، كل يوم في ناس ورايا، في ناس بتحبني، في ناس عاوزه. وزي ما انت تقول مثلا فتره بازل ما كانش حد حاسس بيا خالص، بس في ناس ورايا اصلا مشجعك، ناس وراك وطولت شويه يعني، وطولت شويه 3 سنين ما كسرتش من عزيمتك خالص خالص، ده بتقويني يعني تقويني، حتى الناس بره كمان بتقويك يعني. في بازل الحمد لله الحب بتاع الناس والحب بتاع المدربين والحب بتاع رئيس النادي وكل ده بيقويك يعني، بيقويك بيخليك اللي انت مش مركز مع حاجه في مصر يعني.